ساعات بتبقى محتاج حد في حياتك تحكي معاه، بس الكلام بيرفض يخرج من قلبك لأنه مفيش حد بيحس بالوجع اللي جوانا. بتسهر ليل طويل ساكت سهران بس علشان تعبان، وفي أيام كتير نايم بتهرب من الوجع، بس حاليا النوم مبقاش بيفيد. نفسك في حد يفهمك أو يحس بيك من غير ما تشرح. دايما بيكون عندي كلام أكتر من اللي اتقال، دايما ببقى نفسي أتكلم وأعبر أكتر بس معرفش ليه بسكت. ليه مش بقول اللي عايز أقوله؟ لسبب مجهول. بسبب مجهول الكلام عندي بيتحول لسكوت، ولا عمري عرفت اتكلم مع حد واعبر له عن انا عايز اقول له ايه، ولا اوصل مشاعري الحقيقيه. الانسان مننا بيتغير عادي جدا، مفيش حاجه اسمها مش بيتغير، بس بيتغير امتى؟ لما بيتصدم كتير، بيحب بزياده وما يلاقيش الا الجحود، يثق بزيادة في ناس كان أكبر حاجة ممكن ياخدوها منك إنهم يسلموا عليك مش يتعاملوا معك وياخدوا عليك. المواقف الصعبة القدرية بتغير الإنسان، إنك تستحمل فوق مستوى طاقتك ده بيغيرك كتير عن الأول، إنك تكبر في العمر وتفهم أكتر، إنك تعرف وتفهم الدنيا على حقيقتها، وحاجات تانية كتير بتغير طبيعة الإنسان. بس اللي بيفوز في كل دول هو اللي بيتغير للأحسن وبيفضل محافظ على فطرته من شوائب الدنيا وقذارة قلوب بعض الناس. اتغير براحتك، بس اتغير للأفضل عشان ما تخسرش نفسك وتلاقي نفسك تايه، لا عارف تفهم نفسك ولا تفهم أيامك الجاية.